روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، الذي يبقى هو العمل، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. العمل ما هو؟ العمل هو سعي وسعيك، هو ما أقوم به وما تقوم به، ما يرصده الحاسبون ويكتبه الحافظون. إن كل نفس لما عليها حافظ يحفظ عملها ويحفظ ما يكون منها. الدقيق والجليل لا يغيب ظاهر ولا باطن، هذا هو الذي ستلقاه يوم القيامة، وهو الذي به تتفاوت الدرجات ويعلو به الناس في المنازل يوم القيامة. إنما هي الأعمال، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فلا تستقل شيئا، فإن الله يعطي عطاء جزيلا على العمل القليل. فجد وأر الله من قلبك خيرا ومن عملك صلاحا وأبشر، فإن الله جل وعلا لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى.